ذاك عندهم يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن أهالي مدينة كفر تخاريم والنازحين إلى مدينة كفر تخاريم قمنا اليوم بمظاهرات حاشدة لإثبات للنظام أننا باقون على مسيرنا ولن نتخلى عن قضيتنا حتى إسقاط النظام. اليوم بكفر تخاريم نحن طلعنا لنرجع روح الثورة ونحيي ذكرى الثورة بكفر تخاريم. شارك فيها جميع الفعاليات، مدنيين ومهجرين، حتى المهجرين شاركوا فيها، وإن شاء الله الثورة مستمرة لحتى النصر.